السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم. أضواء حمراء تشتعل في الجزائر بخصوص التآكل، وهناك من يصفه بالنزيف الذي يشهده احتياطي الصرف. الأرقام والإحصاءات الرسمية تشير إلى أن مستويات العجز في كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري مستمرة، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية للتأقلم مع صدمة أسعار المحروقات التي ألقت بظلالها على المداخيل الوطنية وعمقت الأزمة المالية خاصة والاقتصادية عامة، إذ لم تشفع حزمة التدابير من تقليص نسب العجز الكبيرة. وتبعا لأرقام البنك المركزي، فإن الجزائر ستنهي العام الحالي في نفس مستويات العجز التي تحملتها الخزينة العامة العام الماضي. سنتساءل مشاهدين مع ضيوفنا حول ما يحدث لاحتياط الصرف في الأسابيع الأخيرة، وعن هذا العجز المستمر، وماذا عن إجراءات حكومة يحيى التي كان شعارها في البداية العمل على إخراج البلاد من نفق الأزمة المالية. عيد آخر على الأبواب. بعده بأسابيع معدودة سيكون موعد الدخول المدرسي، وهنا تجد آلاف الأسر الجزائرية نفسها محتارة بين التضحية بميزانية كبش العيد أو متطلبات التمدرس التي لم تعد في متناول الميسورين، فما بالك بالفقراء والمطحونين بأزمة اقتصادية تتفاقم، وإجراءات معالجتها من قبل حكومة أحمد يحيى لم تمتص صدمة انهيار أسعار النفط بقدر ما أتت بنتائج عكسية: تضخم وانهيار لقيمة الدينار، وتدهور فظيع للقدرة الشرائية. آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن مستويات العجز في كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري متواصلة، ووفقا لأرقام البنك المركزي المتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية، فإن الجزائر ستنهي العام الجاري بنفس مستويات العجز التي تحملتها الخزينة العمومية السنة الماضية. عجز بأكثر من 22 مليار دولار في الميزان التجاري للدولة، ما يعني أن نزيف احتياطات الصرف البالغة 96 مليار دولار ستتقلص، وستجد الجزائر نفسها مجدداً أمام شبح المديونية الخارجية لتمويل بقاء نظام فشل في تطوير اقتصاد البلاد واقتلاعه من التبعية النفطية. سيرهنون مستقبل أجيال بأكملها من أجل البقاء في الحكم. ليستمتع هؤلاء الأطفال ببراءتهم في مياه برك وهبتها الطبيعة، فالسابحون في مستنقعات السياسة اغتالوا مستقبلهم وأجهضوا آمالهم بعدما حولوا بلاد المعجزات إلى صحراء قاحلة في جميع المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد والثقافة وحتى القيم، طالها الفساد. أما المنطق فأطلق عليه ولد عباس عدة رصاصات قاتلة، الواحدة تلو الأخرى. الخادية ماشي عمارة بني سويمة، الخادية بوتسليخة يا خضر الشر. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفي الذين سيصطحبونني في إثراء النقاش لهذا الملف، الملف الاقتصادي للجزائر اليوم. أبدأ مشاهدينا الكرام بالأستاذ فرحات آيت علي، الخبير الاقتصادي المعروف. أستاذ فرحات، ضعنا في صورة هذا العجز وهذا التآكل لاحتياطي الصرف، وما إذا هذه الأرقام والإحصاءات قد كشفت المسطورة فعلا، لأن أحمد يحيى تذكر جيدا عندما أتى في حكومة جديدة قال إن الهدف الرئيسي لنا هو إخراج البلاد من هذه الأزمة المالية. مساء الخير. مساء النور، مرحبا أستاذ فرحات. أولا وقبل كل شيء بين الخطاب السياسي نعم والحقائق يعني الملموسة والمرئية فرق شاسع. ما فعله أحمد يحيى أو سالفه أو سابقه لا يهمني يعني كخطاب سياسي. أيوة. ولكن الوقائع المرتقبة وكنا قبل تكلمنا عليها هو أن السياسات الحكومية منذ بداية الأزمة المالية وليس الأزمة الاقتصادية، لأن يعني الأزمة الاقتصادية هيكلية في الجزائر، لا يوجد اقتصاد بما أتم معنى الكلمة. أما فيما يخص الأزمة المالية، كل السياسات عرجاء وترقيعية، حكومات لم تكون يعني قادرة على تسيير أموال طائلة، تكون قادرة على تسيير اقتصاد ب 130 دولار للبرميل. كيف لها أن تجد حلول
بإشكالات هي من خلقتها. هي الحكومة هي السبب يعني في الإشكال الاقتصادي الجزائري، التسيير الإداري، الارتجالي، العشوائي، الأحادي في الجانب يعني للاقتصاد الجزائري لا يسمح حتى لحكومة أخرى يعني فيها نجاعة وفيها كفاءات أن يعني تأخذ بحلول شاملة لمدة قصيرة، يعني يلزم على الأقل عام ولا لتدارك الوضع، ليس لحل كل المشاكل ولكن لفهم المعضلة الاقتصادية الجزائرية يلزم لها حل. وكيف لصانع الفشل أن يجد حلول يعني في ظروف قياسية؟ لما يخذ خطابات يحيى ولا غيره، أنا ما تهمني لا من قريب لا من بعد. الناس هذو يعتبروا أن الشعب ساذج، وأن ساذج يعني لما يتكلموا مع الهيئات الدولية أغلب الظن أنهم يظنون أكثر ساذجة من يعني الأنديجان يعني الجزائريين المواطنين. طيب استاذ فرحات، وانت خبير اقتصادي، هنالك فوضى في الارقام. الاقتصاد كما لا يخفى على احد هو ارقام، هو احصاءات دقيقه وليس كلام هكذا يباع على الهواء. ما هي هذه الفوضى التي يتحدثون عنها؟ هم دوما يشككون في الارقام التي تعطيها المؤسسات الدوليه حول اقتصاد الجزائر، دائما يكذبون ويقولون هذه مبالغه. اولا ارقام المؤسسات الدوليه يعني فيما يخص اقتصاد الجزائر بها من العدم، هي تأتي بها من المؤسسات الجزائرية بالضبط، من ديوان وطن الإحصاءات، من الجمارك الجزائرية، من بنك الجزائر. ولكن فيما يخص قراءة المعطيات والتحاليل في خلاف النظرة بين نظرة سياسية وسياسوية داخل بأن الحكومة ناجحة في تعاملاتها مع الأزمة، وبين نظرة يعني تقنية خارجية يعني أو داخلية، لأنهم لا يتفقون حتى مع الخبراء الداخليين. سبق لي وزير أول أنه قال أن الخبراء منظرين. هذا الناس يعني لما يقول لك أن الهيئات الدولية عندها أرقام مغلوطة، يا أخي شيء عجيب. كل الأرقام اللي قريتها عند الهيئات الدولية فيما يخص الحاضر والماضي مستقاة من الأرقام الرسمية الجزائرية. أما فيما يخص يعني المستقبل يعني الاستشراف، فأرقام المؤسسات الدولية تبنى على تحاليل موضوعية تتعامل بها مع كل بلدان العالم، ما عندهاش يعني أرقام مخصصة للجزائر واستشرافات مخصصة للجزائر. الناس هذو لا يسيسون يعني التقارير تاعهم ولا يسيسون التحاليل، هم ينظرون يعني بنظرة يعني موضوعية، بنظرة نقدر نقول حتى مرات إيجابية أكثر من اللازم إلى مستوى يعني الاقتصاد الجزائري وقدرته على التعافي. اما فيما يخص الحكومات المحليه، هي كل جلها يعني من اداريين تحولوا الى سياسيين يعني بقدره قادر في رمشه عين، وما عندهم حتى يعني مؤهلات تقنيه في الميدان المالي او الاقتصادي. زياده على ذلك فيها التصرفات العصب الحاكمه التي لا توحي انها تريد بناء اقتصاد. سمعت يعني في البي تي ار انه الحكومات الجزائريه فشلت في بعث اقتصاد خارج الريع البترولي، وانا اقول انها لم تفشل. اغلب الظن ان الاراده السياسيه هي في تدمير الاقتصاد خارج الريع البترولي، ليس في بعث اقتصاد خارج الريع، لانه الاقتصاد الوطني الجزائري خارج الريع البترولي لا يسمح لهذه العصب بالسطوه السياسيه على المجتمع باكمله. تمام، يبقى معنا استاذ فرحات، تكرم بالبقاء معنا، سأعود لك بعد لحظات. انضم الى النقاش الان مشاهدينا الكرام الدكتور احمد طرطار، الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي. دكتور احمد، هل نحن سنعود من جديد الى المربع الاول؟ تذكر جيدا لما كان عبد الملك سلال يقول لا يا جماعه لسنا في ازمه اقتصاديه، ثم اتى بعده احمد ويحيى وقال شعارنا وهدفنا الاول هو اخراج البلاد من هذه الازمه الماليه المستفحله. وها هي الارقام تفضح المسطور يوم بعد يوم اخر، احتياطي الصرف في تآكل، وهناك من يقول ليس تآكل فقط بل هو نزيف حاد يشهده هذا الاحتياطي. شكرا أستاذ أثمان. هو في الحقيقة للأسف الشديد أنه التصريحات المسؤولين تاعنا دائما وابدا مبنية على الموضوعية، هي في العادة براغماتية سياسية وفي ذات الواحد في ذات الحين متناطحة مع بعضها البعض. لاحظنا هذا سواء في تصريحات سلال ولا حتى في تصريحات يحيى، يعني منذ خمسة أشهر يقول مختصر العظم
وبالتالي لابد من شبه من كرامه من كرامات ربي سبحانه باش ناخذ هذا الاقتصاد وهذه الدوله الجزائريه من ما آلت اليه. ثم تقريبا منذ 15 يوما يقول رانا بدينا في التعافي والان الوضعيه راهي مريحه جدا وربما ستتعافى اكثر فاكثر. ربما هناك بعض المواضيع او بعض المعطيات الاستراتيجيه اللي هي واكبت هذا التطور وربما حتى الجيوسياسيه الى اخره. لكن في ذات الحين احنا كما كان يقول جميل انه سعر البترول ناهز 80 دولار. ايوه. السعر المرجعي نتاعنا المبني عليه الموازنه العامه 50 دولار. يعني هناك فرق في حدود 28 ل 30 دولار في البرميل الواحد. يعني المفروض انه صندوق تعديل الواردات سيتدعم خلال سته اشهر هذه بفرق سعر قدره 28 ل 30 دولار. في ذات الحين نوجد باللي احتياطي الصرف يبدا يتاكل. ما سبب تاكل هذا الاحتياطي؟ وفي ذات الحين هناك فائض في الجهه الثانيه يبقى يعني حتى المحلل احيانا تغيب عليه. يحتار لما يتكلموا الناس على التقارير الدوليه واللي هي في العاده كما قلنا سابقا تؤخذ من مصادرها ويتم تحليلها وفق رواق اقتصاديه بحته يجي كل من يقف للدفاع الحكومي يقول هذه تقارير مغلوطه. اذا كان انت عندك الصح والاخرون عندهم المغلوط اذا اعطينا الصح. لماذا سعر البترول ارتفع؟ لماذا الحد الادنى اللي دايره انت كسعر مرجعي 50 وانت تبيع ب 80؟ لماذا تزيد تاخذ من احتياطي الصرف وتنزل عليه ل 96 مليار دولار؟ هذه يعني التساؤلات المفروض الحكومه اذا كان عندها حد ادنى نتاع موضوعيه جابها بها الناس. قال نحن مثلا ما رد النقص في احتياطي الصرف هاو الف با جيم دال. مرض الفائض نتاع سعر البترول راهو تم توظيفه في المجالات المختلفة ألف باء جيم دال هاو وهكذا دوليك. لكن للأسف نحن لا نجد إلا طلاسم تعطى وطلاسم أحيانا متناقضة. مرة يقول الموسم العظم ومرة يقول الاقتصاد في تعافي ومرة يقول سندحض جانبا فكرة الريع البترولي ورايح نقوم بالتنويع وهذا الشعار يعني طبل له كثير رئيس الحكومه الاسبق اللي هو سجال ثم استكملت الحكومه اللاحقه. لكن لحد الساعه لا يوجد اي تنويع. السياحه في الحضيض الاسفل، الفلاحه تاكل الموارد ولا تنتج، وقيس على هذا مجموعه يعني دكتور احمد اللي المفروض تشكل انشطه استراتيجيه. نعم نعم. والخبراء والتقرير في حد ذاته يقول ان الجزائر ستودع السنه الحاليه اللي هي 2018 بعجز مالي قدره 22 مليار دولار وليس دينار، وهذا رقم كبير جدا. نعم. لماذا؟ لان انت درت مجموعه اجراءات وهذه الاجراءات اثرت سلبا على ميزان المدفوعات واثرت سلبا على الميزان التجاري. وفكره يعني حصر الواردات بالطريقه اللي سارت بين 2017 و2018 اعطت جانبها العكسي مما كان متوقعا. وعندئذ انت اصبحت في عجز، وهذا العجز نتيجه السياسات الخرقاء اللي انت انتهجتها كحكومه او نقدر نقول طاقم حكومي من خلال السنتين الماضيتين. فبالتالي هذا ما هو الا نتاج للسياسات التي طبقت على التجاره الخارجيه ولم تكن سياسات ناجعه بالمفهوم الاقتصادي. طيب خليك معنا دكتور احمد. استاذ فرحات، ناتي الان الى مناقشه هذه الاجراءات التي اتخذتها حكومه يحيى منذ بدايتها الان تقريبا سنه ونيف منذ وصولها بعد حكومة عبد الملك سلال، الحديث عن تحديد الواردات، عن التقليل من الاستيراد، قائمة للسلع الممنوع استيرادها، ثم بعد ذلك تراجعوا وقالوا نستثني بعض السلع ونبقي على أخرى، ثم بعد ذلك أتوا بطبع النقود بالمليارات وقالوا هذا سيكون حلا جزئيا فقط وليس حلا دائما، وصندوق النقد الدولي تدخل وقال هذا ليس حلا نهائيا لهذه الأزمة وما إلى ذلك. كيف ترى هذه الحلول التي قالوا عنها بأنها حلول استعجالية؟ شكرا. اولا قبل تطرق الى هذه النقطه تسمح لي يعني نفتح. نعم تفضل.
أجيب الأستاذ طرطار أنه على فيما يخص يعني سعر المرجعية للبترول في ميزانية الدولة هو $50 حقيقة، ولكن مصاريف الميزانية لا تقاس على $50. يعني مصاريف الميزانية هذا العام وصلت إلى 8500 مليار دينار، يعني ما يقارب 80 مليار دولار. 80 مليار دولار كان لازم علينا يكون عندنا كحد $110 مش 50. عند ارتفاع يعني ظرفي الى $80 البرميل كان يعني مده شهر او شهر ونص ما يكفيش هذا يعني المعدل باش نوصلوا الى يعني ميزانيه معدل المطلوب يعني نهائي معدل المطلوب يعني للتوكل يعني في الميزانيه العامه. اما فيما يخص احتياطي الصرف نفتح قوس واحد اخر، احتياطي الصرف لا علاقه له بصندوق ضبط الايرادات، لانه احتياطي الصرف هو كل مداخيل الجزائر كامه من بيع المحروقات او الاستيراد خارج المحروقات يعني التصدير خارج المحروقات. احتياطي الصرف هو يعني بالعمله الصعبه وليس بالدينار الجزائري، بالعمله الصعبه فائض ميزان المدفوعات داخل احتياطي الصرف من اللي صدروا وحتى الاستثمارات الاجنبيه اللي تدخل بالدولار، هذو كل يتجملوا داخل احتياطي الصرف ولا يعني دخل لميزانيه الدوله الداخل الا فيما يخص الجبايه البتروليه تعتبرها يعني بالدينار الجزائري لدى بنك الجزائر والداخل الاحتياطي داخله في حقيقه الامر يعني بالدولار. اما باقي الاحتياطات لا ما هيش ملكيه للدوله، يعني ما يلزمش نديروا يعني مغالط انفسنا بين احتياطي الصرف لي ريزيرف دو شونج ولا بالونس دو بايمون يعني ميزان المدفوعات العام اللي هو يخص الاقتصاد الجزائري التجاري، وبين يعني صندوق ضبط الايرادات اللي هو كان يخص في الماضي يعني فائض الجبايه عاديه او بدرويه يعني هذا الامر هو فائض الجبايه يبقى لنا كل سنه، اليوم ما عندناش فائض، اليوم عندنا عجز. مهما كان يعني سعر البرميل تحت $100 $110 لن نصل الى التوازن فيما يخص اولا يعني حتى يفهم معنا المشاهد استاذ فرحات، حتى ولو وصل البرميل الواحد للبترول الى $100 او 120 لن يخرج الجزائر من الازمه؟ من الأزمة المالية سيخرجها ظرفيا، لأنه ب $120 نقدر نقول أن يعني في ميزان المدفوعات سيتبخر، يعني ما يكونش عجز في ميزان المدفوعات. اما فيما يخص الجبايه العامه للدوله بما فيها الجبايه البتروليه والجبايه العاديه لما نجملهم الكل حتى ب $110 البرميل ما نلحقوش للتوازن، يعني يبقى ليس هنالك توازن في الميزانيه، لانه مصاريف الدوله مبالغ فيها. مصاريف الدوله اولا في قبل سنه 2013 بلغنا فيها يعني الدولة كانت شايفة روحها يعني مرفها إلى يوم القيامة، وبدأت دخلت في مصاريف لا علاقة لها ببلد ريعي وبلد ما عندوش يعني واردات مالية خارج الريع البترولي واستهلاك يعني عام نفقات الدولة ونفقات يعني المجتمع اللي بالغت فيها الدولة في شراء. طيب نأتي الآن إلى هذه الإجراءات، نأتي الإجراءات المتخذة. أما الإجراءات المتخذة في إطار الأزمة، هنا تكلمنا عن الاصدار النقدي يعني هذا يعني غير تقليدي، وفي حقيقه الامر هو اصدار صكوك بدون رصيد، يعني كل واحد البنكه فارغ ولا بدا يتقلص ويصدر صكوك اكثر من الرصيد نتاعو في البنك، لانه الدينار الجزائري لا يعتبر يعني عمله في حقيقه الامر بالتسميه العالميه للعمله، هو في حقيقه الامر سيتان بون رافيتايمون ولا شيك يعني سوق على بياض تمدوا انت يا للناس باش يستوردوا لك واش تاكل. العالم يعود الى البلدان التي عندها انتاج داخلي يعني تستغني به على استيراد كل احتياجات نتاعها، مش الجزائر اللي تستورد تقريبا 75% من الاحتياجات، ولا عمله بلد قابله ب يعني كما نقولوا احنا لوشونج للصرف العالمي، الدينار تاعنا غير قابل للصرف. لكن باش تتكلمني انت على عمله وطنيه انت تمنع على المواطنين انهم بهذيك العمله يتسوقوا مع الدوليه خارج المنظومه يعني الماليه الداخليه. اليوم صدرنا 5000 ولا 5700 مليار دينار، هل اللي تمثل 570 مليار للمواطن العادي؟
اي راه المقابل نتاعها، انتاج داخلي ما كانش، احتياطي الصرف هو المقابل الوحيد نتاعها. اذا تقلص احتياطي الصرف هو حقيقه راح يتقلص، لانه الواردات اكثر من الصادرات مهما كانت سياسات الحكومه يعني في تقليص الواردات. طيب ماذا عن هذه السلع التي قالوا نراجع عمليه استيرادها، لا نستورد كل شيء ولا نرد كل شيء؟ يا اخي داروا النهار الاول داروا قائمه عاجله بسمه 151 يعني ماده تجملناها في هذاك الوقت، كل ما لقيناش مليار فاصل 5 يعني مليار دولار من الادخار، كانوا ليكونومي ما ندخلوش مليار ونص دولار، وهذاك الوقت كنت قلت هذا المليار دولار راح يتبخر بمجرد زياده 5% في اسعار الحبوب والحليب الجاف يعني لا بودر دولي. بعد يعني زياده بعض المواد في السوق الدوليه وان نستهلكوها يعني بكثافه، هذيك القائمه كامل ولات في خبر كان يعني تقليص ولا 500 مليون دولار مش مليار ونص مليار دولار. هذه الاولى. ثانيا يوم داروا يعني اجراء، انا كنت اقترحت يعني رسوم جمركي اجراء الاداري، لان الرسوم الجمركيه يعني بارير دوانيير يعني هي متعامل بها دوليا، لما تشوف ان الاقتصاد نتاعك غير قادر على الاستيعاب ولا قادر استيعاب مواد ما تحتاجهاش تقدر دير عليها دي دروات سوم كارد الرسوم الجمركيه، ولكن الاداره اعطت لنفسها حق يعني اصدار قائمه في المستقبل بين 30 و200% من الرسوم، ولكن درج يعني حق المشرع في تطبيق هذه الماده. اقول لك هذه ب 200، هذه ب 30، هذه ب 60، هذه ب 70 حسب الاهواء والمصالح، هذه غير مقبوله، ولكن حتى هذه الاجراءات الجمركيه لن تعطي نتيجه. غدا لانه اجراءات جمركيه تسطو عليها الاداره خارج اطار التخطيط يعني الاقلامي راح تنبت نفس النتيجه كما هذيك القائمه اللي سبقت. اليوم احنا ما عندناش اقتصاد اصلا. نعم. الاقتصاد اللي يتحكم فيه الاداره يقول لك المشروع الفلاني سادعمه ولو بالخساره، والمشروع الفلاني سادمره ولو كان رابحا. اليوم ولات عصب مخبيه مور الحيط. يعني تعطي اوامر الاداره عندها كل الصلاحيات باش تختار ليس المشاريع وليس نوعيه او نجاعه المشاريع، ولكن تختار يعني صور واسماء اصحاب المشاريع. ورانا شفنا يعني في ميدان السيارات والزراعه ولا بعض المخططات والمشاريع الوهميه التي يعني استنفذت اموال طائله، ومن الاول من نهار الاول بين استشرافيين انها فاشله اصلا جمله وتفصيلا. طيب سأعود لك استاذ فرحات، سأعود لك استاذ فرحات لاقتراح الحلول حتى لا يقال بأن ضيوفك فقط يتكلمون يشخصون الأزمة والحالة دون ما إعطاء حلول، سأعود إليك في هذا المحور. دكتور أحمد، هل هذا تخبط أم سوء تسيير أم ماذا تسميه عندما تقترح حلول ثم تتراجع عنها، مثل مسألة السلع المستوردة التي كان يتكلم عنها الأستاذ فرحات، ثم طبع النقود، ثم حلول أخرى، مشاكل السيارات هذه المستوردة، في أمور عديدة يتخذون حولها قرارات ثم يعودون للمربع الأول، كيف يمكن الخروج بهذا الأمر؟ هي في الحقيقة كلها حلول كما أسلفنا، كلها حلول ترقيعية. لماذا؟ لأنها ليست مبنية على الاستئناس بإرشادات الخبراء وبتحليلهم وتعمقاتهم في التحليل، هي مبنية على ربما نوع من القناعات لدى الجهاز الحكومي واللي يمشي بها سواء بالصح ولا بالخطأ، وهذا ما خلاها إجراءات ترقيعية. إجراء التمويل غير التقليدي إجراء كل الناس حذرت منه وحذروا منه بشدة واقترحوا بدائل عن هذا الإجراء، لكن للاسف الشديد الحكومه ركبت راسها، وبدل انها تاخذ على مدار سنتين او ثلاثه اخذته برمته في خلال 3 أو 4 أشهر، يعني اخذت اتت على الاخضر واليابس. نفس الشيء الاجراء نتاع تعديل ما يسمى بالواردات، منذ يعني الاجراء اللي اتخذه رئيس الحكومه السابق تبون، وبالتالي حصر الموردين في حدود 6 أو 7 حسب الحظوه وحسب اللوبيات وحسب كذا وحسب كذا، او على الاقل ربما حسب قناعه الرجل انذاك واللي ربما كان عنده رؤيه اخرى. ثم تاتي الحكومه الثانيه تقول لا انه في حدود 800
الى 1000، هو في البدايه تم الترويج ل 1000 ثم استقر الراي على 851 ماده، وهذه 805 كما كان يقول الزميل انها لا تسمن ولا تغني من جوع. لما نشوف حجم الواردات وقيمه هذا الحجم وتاثيره على ميزان المدفوعات، نجد باللي يعني حجم 850 ماده يعني حجم ليس مؤثرا. ثم أن كل الحكومات الثلاث المتعاقبه تكلموا في سياق يعني في سياق مجابهه الصدمه البتروليه، على بند مهم تاخذ كل الحكومات وتعمل به وتخرج من عاده من مثل هكذا مشاكل وهكذا ازمات الى بر الامان، اللي هو الضغط على النفقات وترشيد تسيير المرفق العام وغيره. وهذا من شانه انه ينقص في نفقات الحكومه، واللي هي من شانها تاثر على التوازن العام، ومن شانها تاثر على كل الاشياء بالسلب. لكن للاسف الشديد ما تكلمنا الا على الضغط على النفقات من خلال في السنه الاولى حصر بعض او الغاء بعض حفلات الاستقبال، وهي يعني قيمتها جزئيه جدا، مقابل مع الطرف الوري طرف النفقات العامه في المرفق العام ولا في غيره من المرافق اللي هي تابعه للدوله، اللي في الحقيقه تستقطب كثير من الاموال وتهدرها دون رقيب او حسيب. كذلك تم النظر او تم التركيز بعد فكره التمويل التقليدي على اعاده بعض المشاريع اللي هي كانت مجمده من المخطط الخماسي 2014-2019، لكن لحد الساعه لم نتوضح هل هذه المشاريع اللي تم اعاده بعثها هي تلك المشاريع الاستراتيجيه اللي يتطلبها المجتمع الجزائري في ظل هذا الضنك الذي يعيشه ام لا. ثم زميلنا الاستاذ فرحات تكلم على الاجراءات الجمركيه ربما كبديل وكذا. للاسف الشديد احنا تعرف باللي ما زلنا لحد الساعه قابعين في انتظار انضمامنا للمنظمه العالميه للتجارة العالمية، ولكن احنا زدنا اطلبنا في اقتراح بعض الاجراءات الجمركيه الحمائيه، وربما سنزيد نوسع الهوى بيننا وبين الناس القائمين على المنظمه فيما يتعلق بالمفاوضات الجاريه منذ 2001 الى يوم الناس هذا، دون يعني دون ان تبرر او تكلل بالنجاح. وبالتالي معظم الاجراءات التي تتخذها الحكومه هي اجراءات ترقيعيه للاسف الشديد، وثم انها متناقضه مع بعضها البعض بين الحين والاخر. واضح جدا يا دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور احمد طرطال الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. واعودك استاذ فرحات، يعني امام هذه الحلول التي كان يتكلم عنها دكتور احمد، هي حلول استعجاليه انفراديه تم اللجوء اليها على عجل، وقيل ذاتها ساعتها بان الخبراء ما هم الا منظرون ولن يفيدوا في شيء لما سئل احمد يحيى عن هذا الامر. ها نحن الان نعود الى المربع الاول، ترى ما هي ابرز الحلول؟ ولو انه هناك من يقول الحلول يجب ان تكون في اطار عام، لا يمكن ان تضع حلا لمشكله اقتصاديه دون ما الحلول لمشاكل اخرى لها علاقه ببعضها البعض، بمعنى الامور السياسيه وغيرها. يعني سبقت الاخ عزمان انك بادرت الى التساؤل تاع المشاهدين الكرام على يعني القناه المغاربيه لا تاتي بالضيوف الذين ياتون بالحلول. نعم. بل يعني لسرد المشاكل. اولا الحلول على عاتق من كان مسؤول عن المشكل. ايوه. لا نستطيع ان نتكلم مع الضيوف على حلول لمشكل قائم منذ 56 سنه يعني في المنظومه التسييريه. القضيه ماهيش من 2014 وارواح يعني عندها نقص السيوله الماليه، المشكل في هيكله الاقتصاد، وهيكله الاقتصاد في حد ذاتها المشكل نتاعها في هيكله السياسه يعني المنظومه السياسيه. بالضبط. أيوة. واللي تعود الى يعني هيكله الفكر الجماعي اللي كان افسد بعد الاستقلال، وافسد خاصه بعد الثمانينات والتسعينيات، ان عصابات سطت على قدرات الامه والدوله. اليوم ما نقدرش نتكلم انا على حلول، عندها خمس سنين ونمت حلول يعني قطاعيه في الزراعه في الصناعه في كل المجالات، حصه لا تكفي لسرد يعني حلول يعني موضوعيه وحلول عاجله، ولو هي موجوده وكتبناها وقلناها، ولكن الحل الاول والحل الاصلي والعاجل هو في تغيير منظومه بائسه. كيفاش تتكلم على حل مع انسان يعطي نفسه حق يعني السطو على اراده امه؟
مع انسان اللي يقول لك انا بالهاتف نقدر نلغي مشروع، نقدر نخلق مشروع، نقدر نمد قرض الانسان، نقدر نقلع قرض الانسان، نقدر يعني نلغي 300,000 مشروع تاع المونتاج داروهم في 2011 تحت الضغط السياسي باسم شراء السلم الاجتماعي. هو بحقيقة الأمر هو مو شراء السلم الاجتماعي، هو تخوف يعني من عدوى ما يسمى بالربيع العربي، يعني في الانتفاضات الشعبية في المنطقة البائسة هذه. وقال لك يصرف برك 7 مليار دولار نصرفوها، المهم نسرقوا المنظومة نتاعنا. اليوم يقول لك يلزم هذا الدراري يخلصوا. النهار الأول أنت كعطيت لهم الأموال ما عطيتهمش على أساس اقتصادي، عطيتهم على أساس سياسي باش تسلك راسك. السلم المدني نعم. اليوم شكون اللي قال لك باللي راك وليت في مركز قوي باش تطالب بهذه الأموال؟ يعني حسيت روحك واعر اليوم ولا البارح كنت خايف واليوم ولات لك يعني الكوراج كما نقولوا على الشجاعة باش تجابه أنت آلاف الشبان ما عندهمش الأموال، بونو فلستهم، المنظومة الاقتصادية نتاعك هي اللي فلستهم. يعني بعبارة أخرى يا أستاذ فرحات حتى يفهم معنا المشاهد، الذي كان جزءا من الفشل والإخفاق طيلة هذه السنوات كلها العجاف لا يمكن أن يكون أداة للحل للخروج من هذه الأزمة. والحديث هنا على أولي حي لأنه أتى جيء به المرة الرابعة. يا أخي عثمان نعطوهم فرصة يعني يتراجعوا عن العنهاجية وعن يعني المتاهات نتاعهم في نفس المكان. كل يوم انت تقرا صحيفه ولا تشوف قرار ولا قانون ولا تنظيمي يثبت لك ان الجماعه لا علاقه لها بمصلحه الجزائر الى الابد بما فيها يعني في مصدراتها الحكومه الحاليه. يا اخي هذا اقل يعني اضعف الايمان. بدل الحكومه جيب كفاءات نتاع الصح. نعم. انت يعني ناس بوبوئين يعني ملبودين حتى من العامه يعني من الشعب. الناس تشوفوا في التلفزيون خلاص سيبوا ما تهمش انه في حل لهذا البلاد، لانه اخلاقيا عمره ما قال كلمه صح. كيفاش تروح تتكلم مع الامه انت وتقول لهم يا ودي لا تفقدوا لا تفقدوا الامل؟ الناس عندها الامل على بالك بلي في كل بلدان العالم حتى في الولايات المتحده الامريكيه النيو ديل تاع الويسفيلد مبني على الامل، والامل مبني على الثقه، والثقه مبنيه على المصداقيه. شافوا روزفلت امنوا به امنوا بالنيو ديل نتاعو، ولكن بعض الاطراف تشوفهم يعني يا اخي كيفاش تشوف ابليس ويقول لك ندخلك الجنه؟ بالضبط. شيء غريب يعني غير معقول. شكرا جزيلا لك استاذ فرحات. استاذ فرحات هاي تعليق الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. الان نبقى دوم من الجزائر. انضم الى النقاش من سيدنا الكرام الاستاذ اسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب جيل جديد. استاذ اسماعيل، كيف تقيم هذا المشهد السوداوي للاقتصاد في الجزائر؟ الحديث كل الحديث عن هذه الأزمة المالية المستفحلة، وها هو هذا التقرير يتكلم عن النزيف حتى لا يقول تآكل، فهو نزيف الآن من كل يوم إلى يوم آخر إلا ونشهد تآكلا ونزيفا للأموال وبالعملة الصعبة من الاحتياط الصرف في الجزائر. شكرا. السلام عليكم، تحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي القناة المغاربية. سيدي عثمان، يعني الواقع أنه النظام الجزائري القائم اليوم أو الدولة الجزائرية القائمة التي جاءت منذ 1999 هي ليست لها يعني ليس لها اقتصاد، هي دولة بدون اقتصاد. فحتى أكون يعني أوضح، يعني قبل الازمه اللي يعني ضربت في الجزائر بدات في 2014 تحديدا، هذه الازمه في الحقيقه هي كانت عندها بوادر عالميا. يعني 2007 2008 بدات الازمه في اوروبا وفي امريكا، وكان هناك تحذير لهذه الحكومه باش تاخذ الاحتياطات تاعها، لان في انذاك كانت الخزينه الجزائريه مملوءه يعني بالاموال، كان فيه ميزون فينانسيير. لكن الحكام او المستعمرين الجدد هذو كما سمتهم خوله احمد طالب الابراهيمي، هذا المستعمرين الجدد على هذه الامه اعتبروا هذا يعني شيئا له. و2014 لما بدات الازمه في الجزائر وكلنا كأحزاب سياسية حضرنا لقرار من هذه الأزمة،
قالوا بانكم انتم يعني مشعوذين وانكم يعني ترون كل شيء يعني اسود، وكان فيه يعني تهجمات وتهكمات على المعارضه وتحديدا على حزب ناجي الجديد. لانه انا ذاك في 2014 ذكر بان كان في الجزائر عندها حوالي يعني تغطيه حوالي 3 سنوات من الايرادات، وكانت يعني كانت يعني يعني الديون تساوي صفر، وكان يعني كان فيه يعني ولكنهم سيعودون للمديونية. غالبيه الخبراء الدوليين يتحدثون عن عوده الجزائر قريبا للمديونيه، ليس هنالك حل. صندوق النقد الدولي ومؤسسه ماليه معترف بها دوليا يقولوا مساله طبع النقود هذه مش حل، قد يكون حل مؤقت فقط لكن لا بديل عن المديونيه طالما انه ما فيش اموال. هو قضيه طبع النقود هي قضيه هروب الى الامام. أيوة. وهاجس 2019 هو الذي جعل هذا النظام يعني يقوم بطبع النقود بلا مقابل. نحن نعرف بان طبع النقود لازم يكون عند المقابل من الذهب، ولكن هذا لم يحصل في الجزائر. ولما جاء سي يحيى للبرلمان قال بانها قضيه يعني قضيه يعني مصيريه، وما نروحش للنقد الدولي حتى لا نرجع الى سنوات ما قبل يعني التسعينات التي يعني فرض فيها النقد الدولي يعني شروط تعجيزيه التي ادت الى الازمه التي مرت بها الجزائر. لكن هذا الحل، هذا حل يعني طبعا النقود بدون مقابل، سيؤدي حتما الى ازمه اقتصاديه سياسيه في الجزائر، وخير دليل في ذلك ما جرى وما يجري في فنزويلا. يعني هي دوله تشابه بكثير الجزائر، وهي كذلك يعني سلكت نفس النظام طبعا النقود بدلا من الذهاب الى المديونيه. والمشكل في المديونيه انه من الذي يثق فيك، ومن الذي يعطيك 20 مليار او 30 مليار سنويا؟ لان طبعا النقود الذي يعني كان في البدايه كما جاء به في يحيى قال على 5 سنوات فنطبع 30 مليار. اليوم الى يومنا هذا يعني حاجز 20 مليار دولار تم يعني طبع تاعه، يعني في سنة 2016 كان العجز فاق 20 مليار دولار، وهذا العجز فاق 26 مليار دولار في 2017، والسنة هذه يعني العجز هذا رايح ربما يفوت يعني يلحق حوالي 30 مليار دولار. ومن المستحيلات السبع أن يعني تستمر هذا النظام. طيب خليك معنا أستاذ إسماعيل، خليك معنا، سأعود إليك بعد لحظات. نعم. انضم للنقاش الآن مشاهدينا المحامي والناشط الحقوقي أستاذ طارق مراح. أستاذ طارق، كان الحديث عن 1000 مليار دولار، رقم كبير جدا، ولكن ها نحن الآن نتحدث عن مليارات تعد على الأصابع بقيت في هذا الصندوق الخزينة العامة. المواطن على لسانه دوما يتساءل أين ذهبت يا ترى هذه المليارات؟ هذه حوالي 1000 مليار، والشعب لم يستفيد منها. أين هي هذه المرافق التي وعد بها؟ ولماذا الاحتجاجات عادت من جديد لتؤكد أن هذه الأمور كانت مسطورة في الأول، لكن الآن ظهر كل شيء على الملأ. حتى وزير الداخلية الإيطالي قال نحن بإمكاننا المساعدة بمليار دولار فقط من أجل منشآت واستثمارات تحول دون وصول الشباب الجزائري أو التونسي أو المغربي أو الليبي إلى مدننا، إلى جزرنا. فأتاه الجواب فورا، كيف يمكن أن تستفيد هذه بمليار دولار والجزائر كان عندها 1000 مليار ولم تخرج من هذه الأزمة المالية؟ نعم، واللي والمثل المحلي اللي ما يشبعش من القصر ما يشبعش من الحسر، يعني هذا باختصار. لانه اذا كانت 1000 مليار دولار صرفت، اكثر من 1000 مليار دولار صرفت وما قدروش يخدموا لنا رصيف نمشوا عليه، هذه تخسر المشهد. يعني انا لانه العجز تاع هذه السلطه لا يحتاج منا اجتهاد حتى نكتشف انه هذه السلطه سلطه عاجزه، وانما نذهب فقط الى الولايات التي خرقت في اليوم الاخيرين تحت قطرات من الامطار. عنابه بصه بهراس قال ما قسنطينه ام البواقي عين البيضاء المديره، هذو كامل زوج قطرات تاع نور هبطوهم طمراس كيف طمراس اقصى الجنوب، يعني اقصى الجنوب الجزائري زوج قطرات تاع نور هبطوهم يعني غير طاحت، يعني فيها حتى حصيله
ستقدم في الساعات القليلة المقبلة حسب بعض المصادر فيها قتلة، يعني فيها ناس ماتت من قطرة تانوي. هذه السلطات لا تستطيع أن تحقق، لا تستطيع أن تحقق للجزائريين ليس فقط هذه الوعود الكاذبة التي قدموها الجزائريين على مدى عقدين من الزمن، وإنما لا يستطيعون حتى يعني يعني تأمين غذاء الجزائريين. يعني حتى بطن الجزائريين بدأت لا تستأمن عند هؤلاء، لأنهم ليسوا أهل المسؤولية، لأنهم قبل كل شيء هم ليسوا شرعيين. الجزائريين منتخبهم مش يحكموهم، لأنه الأصل في الحكامة والحكم الراشد، الحكم الراشد الأصل فيه هو الانتخاب، الأصل فيه هو الاختراع، الأصل فيه هو الإرادة الشعبية. لأنه إذا كان حاكم برجة جاء لمحب البراشيد ما هو راح يخدم شعبه، هذا مستحيل أن يكون، مستحيل يكون. فقط يجب على الجزائريين أن ينتبهوا، لأنه تآكل يعني بعيدا عن الأرقام والتحليل التقني الذي نذكر عليه الصديق صاحب إيطالي وسعيداني ضيفكم الكريم، يعني بعيدا عن هذا التحليل التقني، فقط يعني بالعين المجردة تستطيع أخي عثمان أن أن الجزائر تعيش مآسي ومشاكل بدائية، يعني بدائية رصيف مكانش. طارق أرجو من الإخوة عاد الاتصال بأستاذ طارق حتى يكمل فكرته. نعم أستاذ إسماعيل أعود إليك. هذه الأزمة المالية خانقة فعلا، ولكن الذي سيأتي يقول أمر، هكذا يقول الخبراء مع بداية العام 2019، حديث عن الرئاسيات، كثرة الاحتجاجات والاعتصامات، شكاوى تظلمات من سوء التسيير، من انعدام العدالة الاجتماعية، كل هذا يأتي في إطار هذه الأزمة كلها. نعم، هو هاجس 2019 هو اللي يعني يخلى هذا النظام اليوم في ارتباك كبير، ولانه فاقد الشيء لا يعطيه، كما قالها الخبير سبقني خبير سيد أي تعليق، قال بان النظام هذا فاشل في تخطيط، ليس له درايه وليس له رؤيه اقتصاديه يخرج بها يسير بها هذا البلد. لأنه الإنسان يتساءل كيف لدولة يعني كانت في مايو 2014 كان عندها يعني خزين، كان عندها يعني رصيد 1193 مليار دولار يعني في الخزينة، اليوم رانا في أقل من 90 مليار دولار، والآتي يعني أسوأ. فناهيك عنه وبماذا تفسر انشغالهم اليوم استاذ اسماعيل؟ بماذا تفسر انشغالهم بهذه العهده الخامسه؟ هم يتحدثون عن 26 حزبا بالاضافه الى شخصيات يدعمون بوتفليقه، هل هذا استمرار للتعفن او الذهاب للغرق؟ هو هذا الزمره التي يعني تحوط حول القفعة هذه التي جاء بها يعني حديث نبوي شريف، يعني تتداعى عليكم الأمم، قالوا هل من قلتكم؟ قال لا، ولكن يعني هذا الزمرة اللي دور برئيس غائب تماما، لا يتكلم ولا يسمع ولا حتى يقوم بصلاة العيدين، يعني حتى يعني اليوم يريدون الاستمرارية، ليست استمرارية لبوتفليقة ولكن الاستمرارية في نهب الأموال، لأن اليوم الإحصائيات تقول بأن حوالي 60 مليار دولار هي ما بين أبناء هذا الزمرة، هذه جماعة يحيى وجماعة ابن عباس وهلو مجرى، هلو الأبناء نتاعهم اليوم يحوزون حوالي 60 مليار دولار جمهورية بابا، وهذه أموال الشعب الجزائري وليست أموال ريبوبليك دو بابا. لكن هذو اليوم، هل الناس اليوم يريدون بقاء بوتفليقة وهم يضربون يعني عرض الحائط الدستور الذي هم يعني قاموا بإعداده وهو يمنع أكثر من عهدتين؟ فهذه العملية طبعا النقود هي تدخل في هذا السياق، هذا 2019 وهما يعني لما حدوا هذا البرنامج حدوا في هذا السياق تحديدا، ولكن الشيء الذي لم يكن في الحسبان بالنسبة إليهم هو انه اليوم فيه يعني فيه حراك مجتمعي، فيه يعني شباب يعني واعي جدا لا يقبل بهذه الاستمراريه في الفساد، ولا يقبل في استمراريه هذه الوجوه الشاعبه، هذه الوجوه يعني الملعونه على التي يعني قادت البلاد الى الخراب.
فاليوم نشوف مثلا من سواء في السابق كان شباب الشمال، ولكن اليوم نشوف في الشمال في الجنوب يعني شباب، ويعني لا يطلب يعني كذا هكذا يعني اشياء ليس لها معنى، ولكن يطلب يعني شكرا لك استاذ اسماعيل، يطلب العمل، يطلب نعم. شكرا جزيلا لك استاذ اسماعيل، سامح لي فقط لدخول الوقت. استاذ اسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب جيل جديد، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. اعود استاذ طارق، يعني مع هذه القراءات، مع هذه الارقام والاحصاءات الدقيقه، لما وصل اليه الاقتصاد في الجزائر وهذا الاحتياطي للصرف، ألا يدل هذا دلالة قاطعة عن أن عن الفشل، فشل المنظومة ككل وليس فقط مخططات الاقتصاد؟ نعم، فشل السلطة كان منذ سنوات، يعني منذ سنوات، ونحن يعني نحذر من انهيار المنظومة الاقتصادية ومنها المنظومة الاجتماعية وحتى المنظومة الثقافية، وهذا كامل تابع للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لأن الأزمة السياسية هي أم المصائب وأم الأزمات. إذا يعني مضى الوضع السياسي إلى الانسداد، انسداد خاصة إذا كان انسداد يعني من وصل يخبو في النظام غير الشرعي، ففي من المتوقع جدا أنه ينهار يعني الاقتصاد الجزائري، وهذا نحن نرى اليوم، وتبعا لما نشرته جريدة الوطن لحجم الفساد العظيم جدا الذي تسبب فيه أبناء هؤلاء المسؤولين الذين يقدمون الجزائري يعني وعودا كاذبة، يقدمون الجزائري وعود معسولة، وفي نفس الوقت أبناء أولادهم أن ينهبوا في أموال مخدرة الشعب الجزائري. هؤلاء كذبوا على الجزائريين وسيظلون على كذبهم إلى يوم الدين، وبالتالي يجب على الجزائري أن ينتبه إلى ضرورة النضال السلمي ضد هذه العصابة التي استبدت بالجزائريين، يعني مئات الفضائح التي يعني نسمعها تباعا في يعني في في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام خاصه هنا في قناه الجزائريه، ولكنهم لا ينتبهوا الى ضروره تغيير مسارهم وتغيير نهجهم، لانهم يعني بقوا في سده السلطه من اجل مصالحهم الشخصيه ولا شيء غير مصالحهم الشخصيه والاستمرار في بمعنى استاذ طارق النهب والفساد. نعم، يعني بمعنى تريد ان تقول حتى يفهم معنى المشاهد، ما يجري هو استفزاز لكل طبقات الشعب الجزائري، خاصة عندما يقرأ تقارير توثق الأحداث بالأرقام الدقيقة والإحصاءات حول تكدس أموال طائلة بالعملة الصعبة، مليارات الدولارات، أكثر من 60 مليار دولار بين أيدي أبناء مسؤولين سابقين ووزراء وكذلك برلمانيين ورؤساء حكومات متقاعدين، كل هذه الأموال تدور بين أيدي هذه هؤلاء، ثم بعد ذلك يتحدثون عن عجز في الميزان التجاري، عجز في ميزان المدفوعات، عجز في احتياط الصرف، ألا يعتبر هذا استفزازا كبيرا للمواطن؟ نعم، هو حلقة من حلقات الاستفزاز للشعب الجزائري. ألم يعني كانوا في وقت قريب كانوا يتبجحون باحتياط الصرف وكانوا يقولوا رانا في أريحية وعندنا 160 مليار دولار، ثم 120 مليار دولار، ثم 100 مليار دولار، وها هو الاحتياط يتآكل شيئا فشيئا، ولم نسمع لهم صوتا عن هذا الاحتياط، ولم يتكلموا عليه، لأنهم يعلمون علم اليقين بل حقا اليقين أن ساعاتهم باتت معدودة يعني وأيامهم معدودة، وبالتالي فإن مهمتهم في الوقت الحاضر هو تضمير الخزينة العمومية وفتكها ونفسها يعني بالكامل من أجل يعني الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الثروات، لا قدر الله، لأنه قادر في أي وقت من الوضع في الجزائر قدر يعني ينحرف ويذهب إلى الآخر. بارك الله فيك سيد طارق، شكرا جزيلا لك سيد طارق المحامي والناشط الحقوقي، شكرنا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بإثراء النقاش حول هذا الموضوع الاقتصادي، تآكل بل النزيف الحاد الذي شهده احتياطي الصرف، الأساتذة فرحات أيت علي الخبير الاقتصادي، دكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون المالية، دون ما ننسى الأستاذ إسماعيل سعيداني نائب رئيس حزب جيل جديد، كانوا كلهم معنا من الجزائر عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدين على طيب المشاهدة، قوة الأخير.